لليوم السادس على التوالي، يواصل المتظاهرون في العراق خروجهم الكبير ضد أحزاب العملية السياسية وفسادها. ولليوم السادس تواصل أجهزة القتل والقمع الحكومية والميليشياوية جرائمها ضد المتظاهرين السلميين. تواصل التظاهرات على الرغم من استشهاد أكثر من 100 متظاهر وجرح أكثر من 4000 آخرين يعكس قدراً كبيراً من إصرار العراقيين على التغيير، إصرار يستند إلى اليأس من إصلاح النظام الحاكم بعد أن بلغ فساده مبلغاً يستعصي على أي محاولة للإصلاح. وعلى الرغم من وعود أركان الحكم بإحداث تغيير إيجابي ينعكس على الظروف المعيشية للعراقيين، إلا أن المتظاهرين أظهروا في مواجهة ذلك وعياً كبيراً، إذ أكدوا أن التظاهرات ستتواصل وأنه لا تراجع عنها إلا بإبعاد جميع الأحزاب السياسية عن السلطة. وبحسب مراقبين فإن التظاهرات في العراق هذه المرة تختلف عن سابقاتها، فالمتظاهرون أغلبهم لا ينتمي إلى أي من الكتل أو الأحزاب السياسية، ولذلك فهم بعيدون إلى حد كبير عن محاولات التحريك والتوظيف في سياق الصراع بين شركاء العملية السياسية. كما أن التظاهرات هذه المرة خرجت ضد الأحزاب في المناطق التي تعتبرها تلك الأحزاب حاضنة شعبية لها، الأمر الذي ينذر بتصاعد الخطر الذي يواجهه بقاء العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي بعد الغزو وسيطرت عليها إيران عبر أذرعها السياسية والميليشياوية. ولأن الأمر كذلك فقد بدأ نظام طهران بالتحرك على ما يبدو لدعم حكومة بغداد، إذ يؤكد المتظاهرون في بغداد وغيرها من المدن العراقية أن من يطلقون الرصاص عليهم ليسوا عراقيين، وأنهم يتبعون الحرس الثوري الإيراني يعاونهم في ذلك مسلحون من ميليشيات طائفية. في المحصلة فإن الحكومة والقوى السياسية تبدو مرتبكة، فالحكومة لم تتوقع هذا الانفجار الكبير في الشارع، والقوى السياسية تسعى لتخليص نفسها من المسؤولية ليس حباً بالشارع بل من أجل الانتخابات المقبلة. وبين هؤلاء وهؤلاء يبقى الشارع العراقي ساعياً إلى تغيير جذري ينهي العملية السياسية القائمة على المحاصصة وبناء نظام سياسي جديد ينأى بالعراق عن التبعية للشرق أو للغرب ويؤسس مستقبلاً أفضل لكل العراقيين.